ورحمة الله وبركاته. موضوع التفاضل العددي طبعا، هذا الموضوع حتى لا نتعمق به هواي، لأنه فقط أريد أركز لكم على فقط فد مثال مهم جدا بهذا الموضوع، وأكيد راح يجي من عنده. فاللي أريده من عندك تعرف أنه بالفور وورد شنو، أريدك تعرف أنه من تطلع الدلتا، من تطلع دلتا اف معينة، فراح يكون الرقم الأكبر ناقص الرقم نفسه. يعني مثلا أنا عندي F 0 F 1 F 2، من أريد أطلع ال F أو دلتا، خلينا نقرب، من أريد أطلع الدلتا دلتا F دلتا F شنو 1، ايش راح أقول؟ الرقم الأكبر عشان كأنه ما أقول 1 زائد 1، عشان F2 ناقص F1 زين دلتا F0 يعني شنو F1 ناقص F0 يعني شنو قبله، الرقم اللي قبله ناقص الرقم نفسه، تمام. أما الدلتا تربيع، هذا شنو، هذا نفس الحالة بس هنا بالدلتا، أوكي بالدلتا، يعني شنو الدلتا الأكبر ثم الدلتا نفسها، يعني شنو كأنما أنا أريد أحسب دلتا 1، تمام. نقول دلتا 1 يعني شو أقول، دلتا 2 ناقص دلتا 1، أوكي زين. هاي القانون الـ Fn مالته، وهاي قانون المشتقة الأولى لازم تحفظها، وهاي قانون المشتقة الثانية في حال أريده أو رادة من عندك، تمام. وهاي قيمة الـ R دائما هو ينطيك إياها بالسؤال. اما بالنسبة للباك وورد، هنا راح يكون الشغلة بالعكس، يعني شنو، يعني انت من عندك ال F 0 و F سالب 1 و F سالب 2، تمام. طبعا ال F 0 لازم يكون اخر شيء، F سالب 1 F سالب، أو عفوا F سالب، لازم من الأصغر، F سالب 2 F سالب 1 F 0. فمعناه أني من أريد أحسب فد قيمة معينة، فمثلا أريد أحسب مات الصفر، فش راح أقول ال F 0 نفسه دلتا F مات الصفر دلتا F الصفر يساوي ال F 0 ناقص شنو، ناقص 1، يعني شنو، يعني 0 ناقص 1 سالب 1، تمام. وهكذا هكذا بالنسبة للدلتا تربيع. ف هاي قانون ال Fn الخاص بي. فهسه مثلا هنا، مثل ما تشوفون ايش منطيني فورورد ومنطيني هاي القيمة. انت اول شغلة تجي تسوي من يقول لك x 0 1 و 3، قبل تجي هذن x i، قبل تخليها x 0 1 و 2، بعدين عندك بال f i تخلي f 0 f 1 و f 2. اما دلتا f 1 حتى طلع دلتا f 1، وانا قلت لك هذا فورورد، يعني شنو الفورورد، يعني الاكبر ناقص الاصغر. يعني هسه من تريد بين هاي النقطتين فتقول الواحد ناقص الصفر، الاثنين تقول الاثنين ناقص الواحد، اوكي. اما دلتا تربيع، هاي راح تطلع لك فد قيمة معينة هنا، اوكي، وهاي قيمة معينة هنا، فش راح تقول هاي القيمة ناقص هاي القيمة، فلنسمي هاي القيمة سي وهاي القيمة دي، فش راح تقول، راح تقول دي ناقص سي، اوكي. هنا رايد المشتقة مالته، ومنطق قال اكس يساوي اكس زيرو، قال الار مالته صفر، فمجرد تجيب القانون وتعوضه به، تمام زين. نجي هذا ايش قايل، قال انه انت عندك الفورورد، اوكي، يعني فورورد يعني توصل للدلتا 4، اوكي، وعندك فور فورورد، عفوا فور اوردر، فور اوردر يعني توصل لحد الاربعة. اما الفورورد هذا السؤال اللي ممكن اكثر شيء يجينا او اللي موجود بمنهجنا، فجدا سهل. انت عندك اربعة راح تقول 0 1 2 زين، عندك ال x 0 و 1 و 2 و 3 و 4 لحد ال 4، وكذلك الدلتا توصل ل 4.
فهسه شنو هذني ثابتات تنزلهن، هذني او ينطيك قيمة معينة وانت تستنتجهن، فتجي حتى طلع دلتا اف 1 تقول الاف 1 ناقص الاف 0، هذا تقول الاف 2 ناقص الاف 1، هذا تقول الاف 3 ناقص الاف 2، هذا تقول الاف 4 ناقص الاف 3. حلو تمام، نجي هسه على هذا، هذا شنو؟ هذا شنو النتيجة مالته؟ تقول دلتا اف 1 ناقص دلتا اف 0، هذا دلتا اف 2 ناقص دلتا اف 1، هذا دلتا اف 3 ناقص دلتا اف شنو؟ 2. حلو، بعدين تجي دلتا 3، هذا شلون طلعت؟ طلعت لي هذا ناقص هذا، وهذا شلون طلعت؟ هذا ناقص هذا، يبقى الأخير هذا ناقص هذا. عرفنا؟ هسه راح نروح وين الشغلنا اللي هو راح ناخذ مثال توضيحي عن هذا الموضوع. طبعا اول شيء هو قال لك ثيرد اوردر، ثيرد اوردر يعني انا اوصل للثيرد او الدلتا 3، اجي ايش قايل؟ اللي قايل الاف اكس مالتي هذه. تمام، هسه احنا جبنا المثال هنا اوكي، فانت ايش راح تسوي؟ اول خطوه ايش راح تسوي بما انه هو قايل لك ثيرد؟ تمام، فايش تسوي؟ هسه انت اول شيء تقول اكس اي، تمام، وقبل انت ويا الاكس اي نزل، قل اكس صفر اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاثة، تمام، خلي بصفك اف اي، تمام، وفي صفك هسه اكتب دلتا اف واحد او دلتا اس واحد، طبعا دلتا اف تربيع ودلتا اف شنو هسه؟ تكعيب، لانه يعني هو وين واصل التكعيب. حلو حلو، اول شغله هو منطيك الاف اكس، وين الاف اكس؟ وين تخليه؟ هنا اكس تربيع زائد اكس زائد واحد، هاي انا ما عندي مشكله زين، بس انا شلون راح اجد هذه وهذه وهذه؟ لانه هاي هسه هذا احنا وجدنا الاف 0، بس الاف 1 واف 2 واف 3 شلون القيها؟ بعض الطريقه شلون راح تكون؟ الطريقة تقول لك انه كل ما تريد تجد شيء عدد معين راح شو تسوي؟ هاي مو واحد، هاي مو واحد، انت راح تريد تجد مات الاكس واحد، فراح تعوض بكل اكس بالمعادلة اللي هو منطيك اياه اكس زائد واحد، هاي بالاكس واحد، تمام؟ فنجي نجرب، باو نجي نجرب، راح نقول اكس زائد واحد تربيع زائد x زائد واحد زائد واحد، نفك التربيع راح يكون x تربيع، هذا في هذا في هذا راح يصير 2x، هذا تربيع واحد، هذا x، هذا واحد، هذا واحد، راح اقول x تربيع ينزل، هذا ايش راح يصير؟ هذا وهذا راح يصير 3x، واجمع هذا وهذا وهذا راح يصير 3، فالنتيجة مالتي طلعت لي هذا. تمام، فامسح وابقي النتيجة مالتي فقط، فهاي احنا حتى لا ننسى، فشقد النتيجة مالتي طلعت؟ اكس تربيع زائد ثلاثة اكس زائد ثلاثة، ممتاز. هسه احنا شو نريد؟ نريد هسه مات الاثنين، فنعوض بالمعادلة الأصلية x زائد 2، فأجي يابا أنت تعال، فراح شو يصير؟ x زائد 2 تربيع زائد ال x زائد 2 زائد 1، المهم تعوض بالمعادلة الأصلية ها، فراح يصير راح يصير x تربيع زائد 4x زائد أربعة زائد إكس زائد اثنين زائد واحد، تمام، زائد واحد، فهذا وهذا راح يصير خمسة، فإكس اثنين خمسة إكس، وأربعة وواحد راح يصير لي عفو أربعة وواحد واثنين راح يصير لي سبعة، فصار لي سبعة، فإذا الجواب مالتي إكس تربيع زائد الخمسة اكس زائد السبعة. زين، بقالي اخر واحد اللي هو شنو؟ اكس ثلاثة، بما اكس ثلاثة فراح اعوض بكل اكس
اكس 3. ارجع واقول ايش راح تقول يا بي؟ تقول هنا اكس زائد 3 تربيع زائد الاكس زائد 3 زائد 1، لا تخربط تمام. فهنا راح يصير اكس تربيع زائد 2 اكس في 3 6 اكس زائد 3 3 9 زائد الاكس زائد 3 زائد 1. هذا وهذا وهذا سينزل اكس تربيع زائد 7 اكس تمام زائد 1 زائد 3 4 4 و 3 13. فطلعت لي النتيجة هذه اللي هي اكس تربيع زائد 13 عفوا زائد 7 اكس زائد 13. هسه هذا تمام الامور عندي وعلمناكم انه الطريقة شلون. هسه انت ايش راح تلقي لي؟ راح نلقي شنو؟ هذا بما انه هو فورورد، بما هو فورورد فايش راح تسوي؟ تقول هذا ناقص هذا. فنجي فراح نقول اكس 2 زائد 3 اكس زائد 3 ناقص يدخل بهذا القوس تمام، فراح يصير ناقص اكس تربيع ناقص اكس ناقص 1. هذا صار ناقص وهذا موجب فيروح، فثلاثة اكس والناقص اكس فإشارة الأكبر 2 اكس تمام، إشارة الأكبر هاي إشارة الأكبر ونطرح أيضا فاصل 2 فهاي النتيجة تمام. فنمسح زين. هسه احنا هذا جي طلعنا 2 اكس زائد 2 تمام، نفس الطريقة نسوي لهذا. هسه نجي العملية الرياضية نخليها جوا حتى لا تتخربط الأمور علينا. فراح نقول هذا ناقص هذا، فراح نقول اكس تربيع زائد 5 اكس زائد 7 ناقص القوس الثاني اللي هو اكس تربيع زائد 3 اكس زائد 3. أدخل هذا داخل القوس فراح أقول اكس تربيع زائد 5 اكس زائد 7 تمام ناقص اكس تربيع ناقص 3 اكس ناقص 3. هذه وهذه يروح تمام، فراح يكون 5 اكس و 3 اكس إشارة الأكبر و 2 اكس، هذا وهذا إشارة الأكبر راح يصير 4. فراح نقول 2 اكس زائد 4 كلش ممتاز. هسه ايش راح نسوي؟ نمسح ونشوف. زين هسه بين هذا وهذا فا اكس تربيع زائد 7 اكس زائد 13 قبل راح ادخل الناقص يقول ناقص 2 ناقص 5 اكس ناقص 7. هذا وهذا يطير إشارة الأكبر ونطرح اللي هو 2 اكس تمام، عندك 13 و7 إشارة الأكبر فثلاثة بثلاثة 6 تمام، فراح يصير 2 اكس زائد 6. هسه الأمور مات الاف اكس طلعناها تمام، هاي الاف اكس طلعناها. هسه دلتا اف دلتا تربيع تمام، هسه دلتا تربيع يعني بين هذا وبين هذا، طبعا هذا الاكبر نقص من هذا ليش؟ لان هاي فورورد، لو غير فورورد كان بالعكس. فهسه هذا شلون نستخرجه؟ فقبل اجي اقول 2 اكس زائد 4 ناقص القوس الثاني هو 2 اكس زائد 2، ادخل هذا جوه فراح اقول 2 اكس زائد 4 ناقص 2 اكس ناقص 2. هذا وهذا يروح عفوا، هذا وهذا يروح إشارة الأكبر بنطرح اللي هو 2، فراح تكون النتيجة هنا 2. فا اوكي خليني اشوف هذا هذا 2. هسه بشنو؟ هذا وهذا
فراح نقول 2x زائد 6 ناقص، قبل أدخله داخل القوس، ناقص 4. هذا وهذا يطير، فإشارة الأكبر راح تصير 2. هسه هاي هم خلصنا من عندها، أبقى لنا الأخير اللي هو بين هذا وهذا، وأكيد راح يكون 2 ناقص 2 ويساوي لي 0. وإلى هنا انهينا حلنا لهذا السؤال. المهم هي فكرة شنو، انه شلون اجد ال F1 و F1 و F2 و F3 من ال F0، اللي هي شنو، اضيف حسب ال X. هسه هذا مو X1، فاضيف X زاد 1، X2 X زاد 2، X3 اضيف X زاد 3. ولا هنا انهينا محاضرتنا هذا اليوم، اسألكم الدعاء، مع الف سلامة.